بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أعزائي الطلاب في لقاء متجدد يجمعنا بكم من خلال قناة دروس في درسنا لهذا اليوم الذي نقدمه لطلاب المرحلة الثانوية المستوى الثالث في مادة الفيزياء. سوف يكون عنوان درسنا اليوم بإذن الله التمدد الحراري. سنتعلم في درسنا لهذا اليوم أولاً وصف التمدد الحراري وذكر سببه، وأيضاً حالات تمدد الماء وأيضاً البلازما وخصائصها. هذا ما سوف نتعلمه بإذن الله في درسنا لهذا اليوم. في البداية كما تلاحظون في هذه الصورة، في الغالب دائماً تكون أجهزة التكييف في المنازل تكون في ماذا؟ في الغالب تكون أجهزة التكييف في أعلى الغرفة وأجهزة التدفئة تكون في الأسفل. ما السبب في ذلك؟ لماذا تكون أجهزة التدفئة في الأسفل؟ طبعا السبب في ذلك هو تيارات الحمل الحراري التي سوف نتعرف عليها. نلاحظ أنه عندما يسخن الهواء القريب من الأرض الموجود في الأسفل، ماذا يحصل له؟ يرتفع الهواء الدافئ الأقل كثافة إلى أعلى، ثم يبرد وينخفض الهواء البارد الموجود في الأعلى، ويكون تكون كثافته أعلى، فماذا؟ يتحرك للأسفل ويقوم بدوره بدفع الهواء الأقل كثافة الموجود في الأسفل، ويقوم بدفعه لأعلى، وهذا ما يسمى بتيار الحمل. إذن مرة أخرى، عندما يسخن الهواء الملامس لأرضية الغرفة، فإن قوة الجاذبية تسحب الهواء البارد الأكثر كثافة والملامس لسقف الغرفة، تقوم بجذبه لأسفل، فيدفع بدوره ماذا؟ يدفع بدوره الهواء الأكثر سخونة إلى أعلى. وطبعا يسمى دوران الهواء في الغرفة ماذا؟ يسمى بتيار الحمل كما تشاهدون في هذه الصورة. إذا هذا ما يسمى بتيار الحمل. أيضا كما تلاحظون في هذه الصورة، نتيجة لتعرض هذه الأسلاك في الصيف للحرارة العالية، يحصل لها عملية ماذا؟ عملية تمدد. ونلاحظ أنه في فصل الشتاء تنكمش الأسلاك. إذا لماذا تنكمش الأسلاك في الشتاء بينما تتمدد في الصيف؟ ما السبب في حدوث مثل هذا الشيء؟ السبب أن الحرارة تعمل على تباعد الجزيئات في هذا السلك، فطبعا تشغل الجزيئات حيزا أكبر وتزداد الكثافة نتيجة لتباعد هذه الجزيئات. والعكس عندما ماذا؟ عندما تقل الحرارة تتقارب الجزيئات فيما بينها البين وتنكمش هذه الأسلاك. إذن هذا هو السبب. طبعا بالنسبة لفصل الصيف عندما تتمدد الأسلاك، هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالتمدد الحراري. يسمى بماذا؟ بالتمدد الحراري. ما هو التمدد الحراري؟ التمدد الحراري عندما تسخن المادة في حالتها الصلبة والسائلة والغازية تصبح أقل كثافة وتتمدد لتملأ حيز أكبر. هذه الخاصية نسميها بماذا؟ نسميها بالتمدد الحراري. إذن التمدد الحراري ما هو؟ خاصية للمواد في جميع حالاتها تسبب تمدد المادة فتصبح أقل كثافة عند التسخين. ومن ضمن التطبيقات والأمثلة على التمدد الحراري ما رأيناه قبل قليل من ماذا؟ تيار الحمل الحراري في الغرفة، وأيضا تمدد الأسلاك في فصل الصيف. هذا من ضمن الأمثلة والتطبيقات على التمدد الحراري. وأيضا عرفنا تيار الحمل أنه عندما يسخن الهواء الملامس لأرضية الغرفة، فإن قوة الجاذبية تسحب الهواء البارد الأكثر كثافة والملامس لسقف الغرفة، راح تجذبه لأسفل، فيدفع بدوره الهواء الأكثر سخونة الموجود في الأسفل تدفعه إلى أعلى. ويسمى دوران الهواء بهذا الشكل في الغرفة يسمى بماذا؟ بتيار الحمل. إذن هذا هو تعريف تيار الحمل. كما تلاحظون يا أخوان في هذه الصورة، تلاحظون أن الجليد ماذا؟ أن الجليد يطفو على سطح الماء. الجليد يطفو على سطح الماء مع أنه يصبح أقل كثافة. يصبح أقل كثافة عندما طبعا عندما يتجمد الماء ويصبح جليد، تتقارب الجزيئات من بعضها البعض وتشغل حيزا أقل، فمن المفترض أنها تقل كثافتها وماذا؟ وينغمر هذا الجليد داخل الماء. لكن ما الذي يحدث؟ يحدث عكس ذلك، يطفو الثلج فوق سطح الماء. ما السبب في ذلك؟ لأن أكبر كثافة للماء تكون عند 4 درجات، لأن كثافة الماء تكون
أكبر عند 4 درجات. طيب السؤال الآخر، يتقلص الماء بدل أن يتمدد عند رفع درجة الحرارة من 0 إلى 4 درجات مئوية، ما السبب في ذلك؟ لماذا يتقلص الماء بدل أن يتمدد، علما أننا رفعنا درجة الحرارة المفترض أن يحصل هناك تباعد بين الجزيئات ويحصل هناك تمدد للماء، لماذا يتقلص؟ ما السبب في ذلك؟ السبب أن تزايد قوة الترابط بين جزيئات الماء، إذا السبب بسبب تزايد قوة الترابط بين جزيئات الماء. السؤال الآخر، يزداد حجم الماء عندما ترتفع درجة حرارة فوق 4 درجات مئوية، لماذا يزداد حجم الماء عندما ترتفع درجة حرارته فوق 4 درجات مئوية؟ السبب في ذلك بسبب تزايد الحركة الجزيئية فتقل كثافة. إذا نستفيد من هذا الشيء أن أكبر كثافة الماء تكون عند 4 درجات مئوية. طيب أيضا عند تسخين الماء من 0 درجة مئوية إلى 4 درجات، المفترض أن يتزايد الحجم ولكن نلاحظ أنها يتقلص، ما السبب في ذلك؟ أنه من 0 درجة مئوية إلى 4 درجات مئوية يصبح هناك تزايد في قوة ترابط بين جزيئات، لكن بعد 4 درجات مئوية هناك ماذا؟ هناك تزايد في حجم الماء بسبب تزايد الحركة الجزيئية فتقل الكثافة. أيضا لدينا هنا حالة أخرى من حالات المادة، كما تعلمون حالات المادة 3 هي الصلبة والسائلة والغازية، لكن هناك حالة رابعة أخرى تسمى البلازما، وهي هذه الحالة متميزة من حالات المادة، يمكن وصفها بأنها غاز، لكن هذا الغاز يكون ماذا؟ يكون متأين، تكون فيه الإلكترونات حرة وغير مرتبطة بالذرة أو الجزيء، فإذا كانت الإلكترونات حرة هذا يعطيها ويكسبها صفات مختلفة عن حالات المادة الأخرى، بحيث تكون ماذا؟ بحيث تكون موصلة للكهرباء. تكون ماذا؟ موصلة للكهرباء. طبعا من الأمثلة على البلازما معظم مكونات ماذا؟ النجوم، وطبعا أكثر المواد الموجودة بين النجوم والمجرات هي غاز هيدروجين في حالة بلازما. أيضا من الأمثلة الصواعق المضيئة تكون في حالة ماذا؟ تكون في حالة بلازما. وأيضا التأثيرات الضوئية المتوهجة كما تلاحظون في هذه الصورة الموجودة داخل أنابيب زجاجية هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن غاز متأين أو ما يسمى بالبلازما. وكما ذكرنا توصيلها للكهرباء البلازما قدرة عالية جدا على التوصيل الكهربائي وليس كمثل الغازات الأخرى. إذا من الأمثلة على البلازما معظم مكونات النجوم، أيضا طبعا معظم مكونات النجوم تكون درجة حرارتها عالية جدا. أيضا المواد الموجودة بين النجوم والمجرات والتأثيرات الضوئية ماذا؟ المتوهجة، هذه من الأمثلة على البلازما. لدينا هنا عدة أسئلة، أكمل الفراغ بما يناسبه. أولا، هو خاصية للمواد في جميع حالاتها تسبب تمدد المادة فتصبح أقل كثافة عند التسخين، تصبح ماذا؟ أقل كثافة عند التسخين. ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة الصحيحة هي ماذا؟ التمدد الحراري. إذا التمدد الحراري هو خاصية للمواد في جميع حالاتها تسبب تمدد المادة فتصبح أقل كثافة عند التسخين، وذكرنا أمثلة اللي هو تيار الحمل وأيضا تمدد الأسلاك في فصل الصيف. تتمدد السوائل فراغ من المواد الصلبة وفراغ من المواد الغازية. السوائل تكون أو يكون تمددها بالنسبة للمواد الصلبة يكون ماذا؟ يكون أكبر، لأن الجزيئات تكون متباعدة والروابط تكون يعني تكون أضعف من الروابط الموجودة في المواد الصلبة، فإذا يكون تمدد السوائل أكبر من المواد الصلبة ولكنه أقل من المواد الغازية. تمدد السوائل أكبر من المواد الصلبة وأقل من المواد الغازية. السؤال الأخير، فراغ هي حالة متميزة من حالات المادة يمكن وصفها بأنها غاز متأين تكون فيه الإلكترونات حرة وغير مرتبطة بالذرة أو بالجزيء، وذكرنا لها صفات، من ضمن هذه الصفات أنها ماذا؟ موصل جيد للكهرباء. ما هي هذه الحالة؟ ماذا نسميها؟ نسميها إيش؟ البلازما.
إذا نسميها إيش؟ البلازما. في هذا السؤال اختر الإجابة الصحيحة من التطبيقات على التمدد الحراري، دوران إيش؟ الاختيار الأول عجلات الدراجة، الهواء داخل الغرفة، الماء في المنزل، أم إي وبي معا. ما هي الإجابة الصحيحة وما هو الاختيار الصحيح؟ الاختيار الصحيح هو دوران الهواء داخل الغرفة، إذا الاختيار الصحيح اختيار بي. سؤال آخر، أكثر المواد الموجودة بين النجوم والمجرات غاز هيدروجين، هل هو في حالة سائلة أم في حالة غازية أم في حالة البلازما أم في الحالة الصلبة؟ ما هو الاختيار الصحيح؟ الاختيار الصحيح هو سي، في حالة البلازما. إذا الاختيار الصحيح سي، في حالة البلازما. من خصائص البلازما أنها ماذا؟ هل هي غير موصلة للكهرباء أم موصلة للكهرباء أم شبه موصلة أم إي وسي مع؟ ما هو الاختيار الصحيح؟ الاختيار الصحيح أنها موصل للكهرباء، إذا الاختيار الصحيح هو الاختيار بي. إذا بهذا نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم الذي تكلمنا فيه عن التمدد الحراري، وقلنا أن التمدد الحراري هي خاصية للمواد في جميع حالاتها، سواء المواد الصلبة أم السائلة أم الغازية. ومن الأمثلة والتطبيقات عليها تيار الحمل، وهو دوران الهواء في الغرفة، وأيضا تمدد الأسلاك في فصل الصيف. أيضا تكلمنا عن حالة من حالات المادة، وهي عبارة عن غاز متأين. هذا الغاز المتأين له القدرة على التوصيل الكهربائي، وهذه الحالة سميناها ماذا؟ سميناها البلازما. إذا بهذا أعزائي الطلاب وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. هذه بعض المراجع لمن أراد الاستزادة في هذا الموضوع، وأيضا للتواصل والمزيد من الدروس من خلال بوابة عين التعليمية. أتمنى لكم أعزائي الطلاب مزيدا من التوفيق والنجاح. نلتقي بإذن الله في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.